السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمرو بكر، النهاردة معاكم من جوه الصيدلية، الحلقة رقم 7. هنتكلم فيها على البتادين اللي هو السودينج ريليف. بتادين السودينج ريليف غالبا هو للناس اللي عندهم مشاكل في الأنف، والناس اللي عندهم جيوب أنفية، والناس اللي على طول بتستخدم بخاخات الأنف. طيب، فكرة الإكتوين سواء النبيولز اللي بتحط على النبيولايزر أو الجهاز التبخير أو فكرة النيزل سبراي، ايه مختلفه فيهم عن بقيه الحاجات اللي موجوده في السوق؟ اولا بتادين، فاول ما بنسمع بتادين تيجي في دماغنا ان هو فيه ايه؟ بوفيدون ايودين، صح؟ ودايما الفكره بوفيدون ايودين واحط ايودين وبيلسع والكلام ده. اولا خلينا نغير فكره ان هو الايودين حاجه، التنكتشر ايودين حاجه، وان البوفيدون ايودين ده حاجه ثانيه خالص. والحاجه الثالثه بقى ان البخاخ او النبيولز او القطره اللي هو السودينج ريليف ما فيهاش اصلا بوفيدون ايودين خالص، تمام؟ طيب فيها ايه؟ فيها حاجة اسمها الإكتوين. طيب ايه هو الإكتوين؟ الإكتوين ده برودكت او حاجة اكتشفوها سنة 1985، اكتشفوها في الصحراء، في صحراء وادي النطرون. صحراء وادي النطرون دي صحراء قاحلة، فاكتشفوا من هناك ان في نوع معين من البكتيريا عايش لسنوات كتير جدا. فلما شيكوا ليه، ايه القدره عند البكتيريا دي انها تعيش في ظل الظروف القاحله، شمس حارقه ومفيش ميه ومفيش، فلقي ان هو في مولكيول معين موجود اللي هو اسمه الاكتوين. الاكتوين ده بيقدر يحافظ على الميه في جسم لفتره طويله. طيب ازاي؟ طب هل هو بيمص ميه ويخليها، ولا هل هو بيخلي الميه من بره بس فبنعملها؟ عشان نفهم القصه دي خلينا نفهم ازاي بتحصل الالرجي. عارفين ازاي بتحصل الالرجي؟ طيب خلينا نقول ان في عندنا حاجات اللي هي الستريس فاكتور. الستريس فاكتور دي زي ايه؟ زي الشمس، الانفايرمنت، زي الحاجات عندنا زي الالرجين. الالرجين دي الحاجات اللي هي المهيجات الحساسيه، تمام؟ ده لو جينا نتكلم ان ده، لو هنتكلم على الانف فاحنا هنتكلم على حاجه اسمها ميوكس ممبرين. الميوكس ممبرين ده بيتكون فوقه طبقه، وبعدين في ميه، في جزء ميه، الميه دي بيبقى فيها جزيئات بروتين، ويمكن نشوفها في الصوره دلوقتي، وبعدين ممكن تدخل. لما بيبقى عندي الاستريس فاكتور او الالرجي من بره بتبدا تخبط، تمام، وبتبدا تعدي، بتعمل ريليز للهيستامين. الهيستامين ده بيبدا يخليك تحس بقى كل الاعراض اللي هي الكونجيشن والراني نوز وكل الكلام ده كله. الاكتوين بيعمل ايه؟ الاكتوين مولكيول الاكتوين ده اول ما بيجي بيبقى موجود، بيبدا يعمل ايه؟ بيبدا يلم جزيئات المايه حواليه في بوند معين. فبمعنى ايه؟ لو هي سكاترد كذا نقطه، فبتلاقي موجوده زي ما انتم يعني هتشوفوها في الصوره، هتبقى موجوده كل الجزيئات اتلفت حواليها. فلما تتلف حواليها تعمل زي ايه؟ تعمل زي جهاز صد ضد الاستريس فاكتور او الالرجين، وبكده تقدر تحافظ على جزيئات الميه لفتره طويله جدا. وهو دي بتبقى المشكله عند الناس لما بيحصل الرجي او بيحصل جفاف، تبدا تحس انك مش قادر تتنفس، يبدا الانفلاميشن او الالتهابات تظهر عليك. لما بتسمن حاجه فيها اكتوين تبدا تحافظ على الميه، وتبدا تحافظ على الميوكس ممبرين لفتره طويله. طب ايه الفرق بينه وبين انك تستخدم نيزل سبراي، او تستخدم صوديوم كلورايد، او تستخدم ميه ملح؟ مش بس هيقعد لفتره اطول، الميه وملح بس بيعمل ايه؟ بيغسل وشويه بيرطب ترطيب خفيف. لو هو مش معاه هيالورونيك اسيد، لو معاه هيالورونيك اسيد فالهيالورونيك اسيد بيعمل ايه؟ بيمتص الميه وبيخليها فور لونج تايم، لكن ما بيأثرش على الاستابيليتي بتاع الميوكس ممبرين، ما بيأثرش على ان يخلي الميوكس ممبرين ده ثابت. بيبدا واقف قصاد اي اتاك من يا اما الاسترس اللي هو زي الدراينس والشمس والانفايرمنت فاكتورز، او قصاد الحاجات المهيجات للحساسيه. طيب فيها ايه؟ هتلاقوا تقريبا تركيز الاكتوين هنا في النيزل سبري وفي القطرات، هتلاقي تقريبا 2%. تركيز الاكتوين في النبيولز اللي هي ايه؟ النبيولز اللي هي الحاجات اللي بتتحط في جهاز التبخير، تمام؟ هي جاهزه بتتحط في جهاز التبخير، فلما تركيز الاكتوين فيها تقريبا 13%. لما بتتحط للناس اللي عندهم صعوبه في التنفس، او بتحط الناس عندها ضيق تنفس، بتبدا تخليهم ايه؟ تبدا تقلل الالتهاب اللي موجود، وتبدا تحافظ على نسبه الرطوبه لفتره طويله، فيبدا تقلل من الحاجات اللي بتعمل
صعوبه في التنفس. وبكده تبقى انت ضمنت انك بتدي حاجه مش كيميكال وفي نفس الوقت حاجه سيف وبتحافظ على المياه او بتحافظ على الاستراكشر بتاع السيل ميمبرين لفتره طويله. طيب قبل ما نقفل خليني اقول لكم ان هو بمجرد ما تفتح العلبه مجرد اول استخدام تحسب 6 اسابيع بعدها وبتبقى البرودكت ده صلاحيته انتهت، فلو استخدمته او ما استخدمتوش لازم ترميه. دي اول نقطه. تاني نقطه، طيب لو انا هستخدم النبيولز هستخدمها قبل ما استخدم حاجه ثانيه او قبل ما استخدم اي دواء ثاني عشان موسع للشعب او ايا كان هو ايه، لازم استخدمه قبلها بتقريبا 15 دقيقه. اتمنى يكون الفيديو بتاع البيتادين عجبكم النهارده. هو كانت الفكره بنتكلم بس على البيتادين على الاكتوين، لان الاكتوين ناس كتير مش عارفين ايه البرودكت وبيستخدم لايه وايه فكرته، فيا رب نكون سهلنا الموضوع. طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديده، لان الموضوعات الجايه اكيد اكيد هتكون شيقه وهتكون مهمه لكل الناس. النقطه الثانيه، يا ريت لو حد ممكن يعجبه الفيديو او حد ممكن يستفيد من الفيديو، يا جماعه خلينا ننشر العلم للناس عشان الناس تستفيد باكتر شكل ممكن. شكرا جزيلا، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.